خرجنا من الدمام واتجهنا شمالا مع الطريق السريع صفوة رأس تنورة الجبيل، وقطعنا منه حوالي 90 كيلومتر. بعدها عرجنا على طريق النعيرية الكويت. النعيرية إحدى المدن التي يمر عبرها خط أنابيب التابلاين، الذي يعتبر من أهم الأسباب في نشأتها ونموها، ويلتقي بها طريق الدمام طريف وطريق الكويت الخفجي، وقد أكسبها موقعها الجغرافي ميزة لتوسطها. ونظرا لموقعها الجغرافي كمنطقة للمراعي، الأمر الذي يجعلها منتزها لمدن المنطقة الشرقية في فصل الربيع، حيث يرتادها ما يزيد عن 50,000 نسمة، ويقدر عدد سكانها مع القرى والهجر التابعة لها ب 32,000 نسمة، يعملون في تربية المواشي والتجارة والوظائف الحكومية والزراعة. وصلنا إلى مدينة القيصومة، وهي ذو موقع جغرافي استراتيجي هام، وذلك لتوسطها بين العديد من الخطوط وربطها بين مدن شمال المملكة ووسطها وشرقها. فيمر بها خط الشمال المتجه من المنطقة الشرقية إلى طريف، وكذلك بين الرياض والمجمعة. في البداية لم تكن القيصومة غير مورد مائي تفد عليه القوافل القادمة من بغداد والشام إلى نجد وبالعكس، وسميت بالقيصومة نسبة إلى نبات القيصوم الذي ترحاه الإبل والمنتشر في هذه المنطقة. Thank you.
غير أنه لم تأخذ القيصومة تكوينها كمدينة إلا بعد إنشاء محطة شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية والمعروف بالتبلاين. في هذه المحطة خزانات يتسع الواحد منها لأكثر من 180 ألف برميل، وتقوم المحطة بضخ الزيت الخام إلى محطات الشركة الرئيسية الثلاثة الأخرى في الأراضي السعودية، ومن ثم عبر المملكة الأردنية الهاشمية فسوريا، وينتهي في مدينة صيدا بلبنان على البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول هذا الخط 1213 كيلومتر بكفاءة ضخ قدرها 500,000 برميل يومياً. مرحبا بضيوف بيت الله. هلا. من هناك ينبع صميم المجتمع وثقافة التراث. التراث يساير ويواكب الحضارة. من هناك ينبض الشعر والقصائد والحكم. دولة عظيمة عمرت روضة الكون. إن القصيدة تطورت ولكنها حافظت على هويتها. حياة البادية، السبت 4 مساء على ذكريات. هايدي ابنة الطبيعة والجبل، الطفلة المغامرة والشجاعة، تساعد الجميع وتدافع عن أصدقائها. لماذا انتقلت هايدي إلى المدينة؟ هل ستنجح في العودة إلى جدها والبقاء في الجبل؟ هايدي يوميا 5 مساء على ذكريات. التقيا على شاطئ الجزيرة وأنقذها. جمعتهما الصداقة، لكن مصاعب كثيرة ستواجههما. لقد أخذ الرجل الآلي وهرب. هيا يا بنيتي لننهي هذا العمل. لا أريد أن أموت. لا. لا. فهل سينجح عدنان بمساعدة لينا؟ لا تخافي يا ابنتي، أنا هنا بجانبك. مغامرات عدنان يوميا 5:30 مساء على ذكريات. أجواء من الحماس والتحدي، السرعة والقوة هي شرط للربح. منافسات متنوعة تشاهدونها في برنامج تيلي ماتش. تيلي ماتش الخميس 4 مساء على ذكريات.
ونستطيع القول إنه بإنشاء هذه المحطة بدأت الحياة تتطور في المنطقة، وبدأ البدو يحفرون الآبار ويقيمون، وتوافد الناس طالب الرزق والعمل إلى القيصومة ليقوموا بأعمال الشركة، ونمت القيصومة وتطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت مدينة كما تشاهد هذه الأيام، وتقدر مساحة القيصومة حاليا بأكثر من 10 كيلومترات مربعة، وتمتد إلى أكثر من ذلك حينما ندخل الهجر المجاورة لها، ويقطنها في الوقت الحاضر ما يزيد عن 15,000 نسمة من قبائل مختلفة جاءوا من أنحاء المملكة من قديم الزمان، والبعض جاء متأخرا. يوجد في القيصومة العديد من الدوائر الحكومية ممثلة بمبنى الإمارة والبلدية ومبنى الشرطة والمحكمة، ومستشفى حكومي، ومستوصف التابلاين. كما تتوفر في القيصومة مدارس البنين والبنات لكافة المراحل التعليمية، ومعهد للمعلمات، ونادي القيصومة الرياضي، وبقية الخدمات الحكومية. وبالقرب من القيصومة تقع شركة كهرباء القيصومة، وتعمل بالزيت الخام، وتشتمل على 4 توربينات قوة الواحدة منها 22 ميجاوات، وكذلك 3 توربينات تعمل في حالة الطوارئ. والمحطة تغذي القيصومة وحفر الباطن والقرى والهجرة التابعة لها، وتبلغ 39 قرية وهجرة، وبلغت القيمة الإجمالية لإنشائها حوالي 21 مليون ريال. وفي القيصومة محطة للأرصاد الجوية تسجل على مدار 24 ساعة الأحوال الجوية من درجات حرارة ورطوبة وضغط واتجاه الريح، لتعلن في النشرة الجوية يومياً. مطار القيصومة أحد المنافذ الجوية لكل من القيصومة وحفر الباطن والقرى والهجر التابعة لها، وهو في تطور مستمر
لمواجهة حركة الركاب في هذه المنطقة.